هذه الهتافات التي تتردد هنا قبيل وصول وفد الاتحاد الأفريقي إلى مقر إقامته في بنغازي أصدرت حكما مسبقا على مهمة الوفد الذي قال إنه حصل على تأييد الزعيم الليبي معمر القذافي لخطة يرى أنها قد تنتهي بالأزمة إلى الحل هؤلاء المتظاهرون كان لهم شرط واحد حيال أي وساطات أو جهود سواء أكانت إقليمية أو دولية الاتحاد أفريقيا نقول إحنا معمر عاش نبوه خلاص ملينا. ملينا هو وعياله يرحلوا هذا الرجل الذي قضى جهودا طمح ان توقف حمام الدم في البلاد لم ينجح الا في التوصل لاتفاق يسمح بمرور المساعدات الانسانيه لكنه لا ينهي اي قتال جاكوب زوما رئيس جنوب افريقيا غادر ليبيا بعد ان قال انه حصل على موافقه القذافي على وقف لاطلاق النار لكن الاتحاد على ما يبدو نفض يده من قضيه جوهريه وهي مصير الحكم في ليبيا الاتحاد الافريقي يعتقد بان الشعب الليبي وحده هو الذي يتعين عليه اختيار قادته وليس من اختصاص اي قوى خارجيه حتى الاتحاد نفسه ان يحدد من سيحكم الشعب الليبي. وهنا في شوارع اجدابيا ساد الهدوء بعد العاصفه، وبعد المعارك حاميه الوطيس التي دارت هناك، وانتهت بسيطره المعارضه على المدينه من جديد. اما هذه الطائرات التي كان لها دور مهم في حسم معركه اجدابيا لصالح المعارضه فستواصل مهمتها. الاطلسي يرحب باي مساهمه في الجهود الدوليه الراميه لوقف العنف ضد المدنيين، اي وقف لاطلاق النار يجب ان يحظى بالمصداقيه ويمكن التحقق منه. لقد كان قرار مجلس الامن واضحا، يجب وقف كل اشكال العنف. has تصريحات مسؤول الحلف جاءت لتعقب على دعوة وفد الاتحاد الأفريقي لوقف الضربات الجوية فورا موقف حلف الأطلسي تأكد أيضا هنا في لندن عقب اجتماع بين وزيري خارجية بريطانيا وإيطاليا بل أن الجانبين أكدا أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يتضمن أيضا رحيل القذافي عن السلطة لا يجب ان يكون هناك وقف لاطلاق النار لا ينفذ قرارات مجلس الامن بحذافيرها ولا يرضى عنه ممثل المعارضه الليبيه واي شيء بخلاف ذلك يمثل خيانه للشعب الليبي وتلاعبا من قبل النظام الذي اعلن اكثر من مره عن وقف لاطلاق النار لا معنى له وقف اطلاق النار اذن غير كاف وغير مقبول لا في بنغازي ولا في عواصم اوروبا ما يعني ان مهمه وفد الاتحاد الافريقي لن تكون سهله بل ربما تكون شبه مستحيله